انتصار تحصد لقب ملكة جمال المراهقات، هنأتها والدتها عبر السوشيال ميديا وكانت فخورة بها. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل فوز ابنة انتصار باللقب. حصلت شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات إيكوتين 2022، وحرصت انتصار على أن تهني ابنتها بعد حصولها على اللقب بنشر صورة لها عبر السوشيال ميديا. أعلنت الصفحة الرسمية لميس إيكوتين خبر فوز شاهيستا بعد إعلان النتيجة مباشرة، وكان الحفل الخاص بالمسابقة أقيم بأحد فنادق القطامية هايتس، وكانت الفنانة منى عرفة عضو لجنة تحكيم في الحفل الختامي للمسابقة. ابنة الفنانة انتصار أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعدد من التصريحات الجريئة، فكشفت خلال لقائها في برنامج كلام مع الغيطي أن والدتها لا تمنعها من القبلات، وأكدت أنها أعطتها حرية تقديم هذه المشاهد عندما تدخل الوسط الفني. وعن رأيها الشخصي قالت شاهيستا أنها ترفض تقديم هذه المشاهد الآن لأن عمرها صغير، لكن من المحتمل أن تغير هذه الفكرة عندما تصل لعمر أكبر. وأكدت شاهيستا أنها سعيدة برقي وتفتح والدتها، وخاصة أنها أصبحت تعطيها حرية في الاختيارات الحياتية. انتصار من النجمات التي حققن شهرة كبيرة في العديد من الأعمال الفنية، ورغم عملها في الفن لسنوات طويلة لكنها لم تستطع أن تحصل على أي دور من أدوار البطولة المطلقة. رفضت انتصار اتهامها بالغرور والتعالي، لكنها أكدت أنه من حقها أن تصف نفسها بلقب نجمة، خاصة وأنها تعمل في المجال الفني منذ سنوات طويلة وصلت لعشرين عاما. دخلت انتصار في خلاف كبير مع الفنانة شيماء سيف، واعترفت أنها تحدثت عنها مع الفنانة هايدي كرم في الكواليس، وأكدت أن شيماء سيف لم تكن صاحبة قبول أو كاريزما خلال عرض البرنامج، وكانت مستاءة من التعامل معها.